السلام عليكم إخواني الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد بإذن الله. في مقطعنا هذا إن شاء الله وكالعادة سوف أقوم بمشاركتكم جميع التسريبات يوم الخميس بإذن الله. سوف نتحدث عن باكجات الإبيك، باكجات نجوم الأسبوع، وكذلك الأحداث التي سوف تكون حاضرة معنا يوم الخميس. لذلك قبل البدء في الإطلاع على كل هذه التفاصيل يا أساطير، لا تنسوا دعمنا بلايك والإشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد متعلق بأي شيء داخل لعبة أي فوتبول 2023. أول شيء سوف نتحدث عنه يا أساطير في مقطعنا هذا هي الأحداث التي سوف تكون حاضرة معنا يوم الخميس بإذن الله. الحدث الأول كما ترون ستارترز، كما ترون تبقى له 8 أيام. من خلال هذا الحدث سوف نحصل على بطاقة تعاقد اللاعبين 5 نجوم كما ترون بعد إتمام مهمات داخل اللعبة، أي إلى بعد جمع 3000 نقطة كما ترون سوف نحصل على بطاقة تعاقد 5 نجوم إن شاء الله، ومن خلالها يمكن يعني التعاقد مع أي لاعب سوف يكون في باكج الخاص ببطاقة تعاقد اللاعبين. كما ترون تبقى له 8 أيام، إذن لن يكون حاضر معنا هذا الخميس بإذن الله، سوف يكون حاضر معنا يا الخميس المقبل إن شاء الله. أما بالنسبة للحدث الثاني إيطاليا اللي كما ترون سوف يتغير إلى هذه يعني هذا الحدث إلى يعني دوري آخر إن شاء الله، ومن خلال هذا الحدث كما ترون سوف نحصل على يعني اللفة المجانية داخل باكج نجوم الأسبوع الجديد كما ترون. أما بالنسبة لشابيون اللي كما ترون سوف يكون حاضر معنا يوم الخميس، نفس الشيء لورد ويد كوب كما ترون، ومن خلال هذه الأحداث سوف نحصل على يعني لفة مجانية في دوريات مختلفة. نفس الشيء اللي يعني الباكج الأخير سوف نحصل على 50 كوينز كما ترون بعد إتمام المهمات. أما الآن يا أساطير سوف ننتقل إلى باكجات الإيبيك التي سوف تكون حاضرة معنا يوم الخميس بإذن الله. أول باكج كما ترون هو باكج FC بارسلون كما ترون، وعلى قيمة هذا الباكج شواتكوف، غوارديولا وريفالدو. أما بالنسبة للليفل ماكس الخاص بباكج FC بارسلون غوارديولا 96 بعد تناسق الفريق 100% إن شاء الله، شواتكوف 99 مهاجم تاني أسطوري بعد تناسق الفريق سوف يصبح 99 كما قلنا. أما بالنسبة لآخر لاعب في هذا الباكج هو ريفالدو 98 بعد تناسق الفريق. الباكج الثاني المحتمل نزوله بإذن الله يوم الخميس هو باكج مانشستر يونايتد كما ترون بنسبة كبيرة جدا، وعلى قائمة هذا الباكج كما ترون شمايكل الحارس الأسطوري، إيروين وفانستر روي. الليفل ماكس الخاص بباكج مانشستر يونايتد كما ترون إيروين 96 بعد تناسق الفريق، شمايكل الحارس الأسطوري 98 بعد تناسق الفريق. أما بالنسبة لآخر لاعب موجود معنا هو فانستر روي مهاجم أسطوري 99 بعد تناسق الفريق. والآن يا إخوان سوف ننتقل إلى باكج نجوم الأسبوع الجديد الذي سوف يكون حاضر معنا يوم الخميس بإذن الله، هو هذا الباكج الذي أمامكم كما ترون. يمكن يعني تغيير لاعب بلاعب آخر جديد إن شاء الله. أقوى لاعبي هذا الباكج كما ترون على الشاشة، أول لاعب موجود معنا هو أليكس 92 وبعد يعني تناسق الفريق سوف يصبح 95. نفس الشيء لبنتانكورك، ديفريتش كما ترون 93 وبعد تناسق الفريق سوف يصبح 96، أوسيمين 94 وبعد تناسق الفريق سوف يصبح 97. ماني أقوى نسخة لماني داخل اللعبة سوف تكون يا أساطير من أسرع لاعبي يعني أي فوتبول 2023، 95 وبعد تناسق الفريق سوف يصبح 98. دي برينك 96 وبعد تناسق الفريق سوف يصبح 99 عفوا. نفس الشيء لنايمار، أقوى لاعب داخل هذا الباكج كما ترون، لاعب أسطوري ومهاري جدا يا أساطير، 96 وبعد تناسق الفريق سوف يصبح 99 كما ترون يا أساطير. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.